العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وعبادتنا، واجعلنا من الذين اعتقهم الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. امين امين يا رب العالمين. الفتى شكون هو والتي يخدم خوته؟ هو تنشوفوا بالنسبه ليوشع عطاه الله عز وجل النبوه والخدمه. فانت الى مشيتي خدمتي خوتك تما ربي سبحانه وتعالى غادي يرفع عليك المكانه ديالك. راه تشوف واحد الحديث نبوي شريف اش قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء واحد القوم ديال تيتسنى القبيله ديال سعد هذيل، جاوا بعد ما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحال ديالو فاش جالسين، فاذا بهم جاوا لعندو ومعاه واحد صغيور باش نشوفوا القضيه الاسلام التي حضر حد. وكان ما حضرش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعه، مع هذوك ما حضرش في البيعه لان خلاوه مع هذاك البهايم ديالو. فتقدم هذاك الصغير وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، لان ما كانش بايعو، بايعو ديك الساعه، بايعو على الاسلام، ما كانش الرسول سير ولدي سير سير تلعب مع عقرب، لا بايعو هو صغير. هذوك القبيله قالوا لي يا رسول الله هو الصغير فينا كاع، هو خدام فينا، زعما ما كاين لاش هذا الشيء كاع تعدد معاه وتبايعو ولا شي حاجه، حنا كافيين. اش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه هما قال لهم أصغر القوم خادمه بارك الله عليه. أشنو كانت النتيجة؟ قال لك كان والله هو خيرنا وأقرأنا للقرآن بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتزع يدخل خدام غادي يدعي معك الناس، حيدخل متقبل وتسنى اللي يجي اللي يشرب اللي يجي كذا كذا، لأن أنت ومن بعد ذلك وما انتواش ليا وما عطاونيش انا، وقال لي سير لا بابو دير لي كذا كذا، وانت تتعطي راسك واحد القيمه، مشيتي تطيحتي راسك تمايا. عن انس رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجالي في واحد السفر، هذاك تابعي والاخر صحابي، انس بن مالك صحابي، فكان يخدمني فقلت ليه ما ديرش هكا، قال لي لا راني شفت الانصار تتصنع بالرسول صلى الله عليه وسلم شي حاجه، معنى تتخدموا تنقصروا، وانا عطيت العهد باش غادي اللي صاحبتو من الصحابه الا غادي يخدموا. هكا جند الله في كل عصر تيزربوا وتتنافسوا لخدمه الاسلام وخدمه من يخدم الاسلام. راح تشوف واحد كاين واحد اللي بغى يخدم خصو طوموبيله بغى يمشي يدير دعوه، وانت عندك طوموبيله راه تمسح فيها الصلاه العشيه. فبني ملال دايرين واحد سميتو واحد الشعار زياره وسياره، تيمشيو يزوروا شي بلاصه باش يدعيو وتيقولوا سياره، تيطوع واحد يقول لك انا الطوموبيله هي عندي، والاخر تيقول انا الدعوه انا غادي نتكلم هو عندي، وهو الناس يتعاونوا باش غادي يبلغوا كلمه الله عز وجل. فلهذا هذاك الجندي هذاك الفتى هو اللي تيخدم خوته، داك الشيء اللي عنده ما تكلمنا انا عندي الدار ما تنعرف نتكلم، انا خبري ولكن عندي الدويره، اجي مرحبا بكم، اجي ويا بغيتو نديرو شي لقاء مرحبا بكم. لا هذوك الاخوان لا، يمكن لي انا عيلت لشي شي واحد رحت له صدري ويكمي تمايا في الدار شي ناس ما كان، ولكن يدخل واحد مول العيا قضيه خطيره غادي يقول لي شكون هذاك وكذا، واش دير هذا الشيء هذا؟ وانا الحمد لله انا راجل مسكين وتابع سوق راسي. فهذا لا يعتبر فتى. عندنا واحد النقطه واحد العنوان تيتسمى المال والشرف، وتيجي واحد السؤال حنا امرنا الله عز وجل باش نطلعوا ديك القضيه، فلا اقتحم العقبه لله عز وجل. شنو هما هذوك العذبات اللي تيتعرضوا لنا في هذه القضيه هذه؟ النفسانيه، العذبات النفسانيه اللي تتعرض لنا في هذا الشيء هذا. جوج ديال العذبات النفسانيه. العائق الاول هو حب المال، والعائق الثاني هو حب المحبه عند الناس. وانا النهار كله والدار كله وانا تتكلموا ندير الدروس، وحتى واحد ما قال لي الله يعطيك الصحه. كل شيء الناس ينتقدوا كذا كذا، بغيتي المحمده انت غادي تشد هذاك الشيء، علاش هذوك الثلاثه اللي غتشعلوا العافيه وقالوا القيامه، هذاك اللي كان عالم وكذا كذا، قال لي سيدي ربي درتي داك الشيء باش يقولوا عالم راه قالوا عالم سير جهنم يلا، والاخر باش يقولوا جواد راه قالوا جواد يلا جهنم، والاخر باش يقولوا شجاع راه قالوا شجاع، ما تسداش حتى المحمده. فحب المال اش تيتج عليه؟ البخل. والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس. وحب المحمده اش تيتج عليه؟ التكبر.
والمتكبر ما تيهدرش الله عز وجل ليه الاستعلاء ديالو على الناس. ايوا اش من المطلوب من الجد ديال سيد ربي اللي هو نطلبوا الله عز وجل اش نكونوا انتوما اشنو تخصهم يديروا؟ جند الله لا يراد لهم باش يكونوا طائفه متجبره على الامه، كافر فاسق فاجر بدعي متبرجه ولا جالس سابقه، لا كل بحال هذاك اللي هو جربوا هذيك اللي تكلمنا عليه البارح اللي شافها متبرجه وكافره بالله وداه هو تيبكي تيبكي البكاء ديالو كان النتيجه انها دخلت الاسلام. ما ناقشهاش كاع، ما قال ليهاش كاع، ما تعرفش وقع اللغه ديالها، ولكن بالحال ديالو حيت بكى ها هي سماسيه. شتي النتيجه؟ حيت يكون عندنا الحال والصدق. اما الناس ما فيهم خير، وكان الرسول قال لكم القال هلك الناس، فهو اهدى ساعه تيدعي ليه هو وتتسمى الاسلام، لان من ادم عليه السلام تسقم الساعه ان الدين عند الله الاسلام. غادي نشوفوه ونشوفوا العلاقه ديال هاد الغلام بالفتوه وبالبذل، ونشوفوا حنايا راسنا اش من نصيب عندنا. نذكر واحد النقطه، اننا الان في 10 ايام ديال رمضان، الركعه الاخرانيه اللي غادي نصلوا في التراويح غادي يكون عندنا فيها الدعاء، نتضرعوا لسيد ربي، نبكيو على سيد ربي، يكنا يرحمنا في هذه 10 ايام اللي دازت ويتقبل لنا، لان الدعاء بالنسبه للصائم مستجاب، وبالنسبه لرمضان راح يتكلم سيد ربي على رمضان، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير، نساله عز وجل ان يلهمنا الرشد والسداد في القول والعمل، نساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستهينون بانفسهم في ارضاء ما يرضي الله عز وجل، وباموالهم وباوقاتهم وبمتاعهم. نساله عز وجل ان لا يجعلنا عبيدا للدينار ولا للدرهم ولا للقطيفه ولا للدنيا. نسال الله عز وجل باش يجعل الدنيا في ديننا، ويجعل في القلوب ديالنا، ويجعلنا من الناس اللي تيخدمون الاخره ديالهم بلا ما يمنوا على شي واحد ولا يفتخروا على شي واحد، ويجعلنا من المتواضعين المتذللين للمسلمين، انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.